يسعد صباحك يا هايدي. صباح الخير يا رشا، كيفك؟ تمام، شلونك على هالمطار؟ تمام، وانت كيفك؟ تمام، بلشنا هيك نشعر هذا الاسبوع بهذا المنخفض، انه عن جد نحن بلشنا نمرق بايام الشتويه، يعني مثل السنوات السابقه. ان شاء الله يا رب هاي الامطار تكون خير علينا وعلى بلدنا الحبيب سوريا. مشوارنا الصباحي بلش معكم. صباح الخير لكل حدا مرافقنا بهوانا لليوم، ويا رب كن مثل العاده. امنياتنا لكم بهذا النهار يحمل لكم كل شيء بتحبوه بحياتكم، الخير والصحه والرزقه الكريمه، ودائما من نقول جبران الخاطر. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعاده، ضيوفنا من مجالات مختلفه واخبار اهالينا بالمحافظات السوريه ضمن التقارير بحلقتنا لليوم. يسعد صباحكم، خلونا نبلش. اكيد الصباح الاكبر لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد واسبوع جديد، واكيد مع امطار الخير وايام الميلاد. ان شاء الله يا رب يعم الامان والسلام بكل مكان ببلدنا الحبيب سوريا، واكيد بفلسطين الموجوعه. ان شاء الله يا رب ايامكم الجايه بتحملكم كل الخير والصحه والرزق وراحه البال. اكيد مثل العاده نحن مترافقين معكم لمده ساعه ونص من الوقت بالعديد من الفقرات والتقارير بمحافظتنا السورية، ولكن مثل العادة فاصل صغير ومنبلش. وقبل ما نروح لأولى محطاتنا لليوم وننتقل للفقرة الطبية، خلونا نكون بأول تقرير معنا بنهارنا لليوم، وخلونا نروح لنشاطات ومحاضرات تثقيفية ضمن الاحتفالية المركزية بمناسبة الأسبوع العالمي للإرضاع الوالدي تحت شعار تمكين الرضاعة الطبيعية، يحدث فرقا للوالدين العاملين في منتجع روتانا. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. نشاطات فنية ومحاضرات تثقيفية ضمن الاحتفالية المركزية بمناسبة الأسبوع العالمي للإرضاع الوالدي تحت شعار تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقا للوالدين العاملين في منتجع روتانا أفاميا باللاذقية. كل عام في عنا الأسبوع العالمي يلي هو من 1 إلى 7 آب، بيصير في نشاطات متعددة بالمحافظات فيما يتعلق بموضوع الإرضاع، من تثقيف صحي، من ممكن أغاني للأطفال، مسارح، من محاضرات تثقيفية. بيصير عرضة اليوم، نحن اليوم جايين لحتى نعرض تجربة المحافظات ونحكي عن أهمية الإرضاع الوالدي بالنسبة للطفل أولا وبالنسبة للأم ثانيا. هي نشاطات على مدار العام بس بتتركز أكثر شيء من 1 إلى 7 آب. طبعا في عنا شغل كتير، مشورات فردية، جلسات جماعية بكل المراكز الصحية تبعنا، بالإضافة للمشافي الخاصة والعامة. بظروف الحرب صار عندنا أحيانا توزيع حليب للأطفال، فنحن اشتغلنا على أنه نرجع الإرضاع الطبيعي للسيدات لفائدته للطفل وللأم وللأسرة وللمجتمع. دائما نحن منركز على أنه الإرضاع الوالدي هو الطريقة الوحيدة المثلى لإعطاء التغذية للطفل خلال 6 أشهر الأولى من الحياة. أهم شيء بهمنا بهذا الموضوع أنه طالما نحن هلأ بهي الأماكن أنه ندعي جميع أماكن العمل لتوفير الإمكانية للسيدات العاملات لتحقيق هذه المقولة أنه الإرضاع الوالدي. هي الاحتفالية للتأكيد على أهمية الإرضاع الوالدي. الإرضاع الوالدي ضروري للطفل وحيوي للطفل، لمناعة الطفل ولذكاء الطفل ولصحته، وضروري للأم لحمية من الأمراض، وبيعزز الرابطة بين الأم والطفل. بمجال الإرضاع الوالدي نحن بنعمل في مشورات الإرضاع الوالدي الفردية بمراكزنا الصحية لتثقيف بأهمية الإرضاع الوالدي للأم وللطفل. الفعالية هي بمثابة توعية بحقوق الطفل وتشجيعا للأمهات على الإرضاع الطبيعي، ما يحقق السلامة للأم والطفل معا. ومن اللاذقية مشاهدينا خلونا ننتقل مباشرة لحما ومؤسسة الشهيد فرع حما بالتعاون مع فعاليات أهلية ومحلية تقيم حفل زفاف جماعي لعدد من رجال الجيش العربي السوري بينهم جرحى. الحفل تضمن فقرات فنية منوعة شارك فيها عدد من الفرق الفنية والفلكلورية. مشاهدينا تفاصيل أكثر بالمادة التالية. لأنهم رمز الشرف والعزة والكرامة، ولأنهم حماة الأرض والعرض، مؤسسة الشهيد فرع حما وبالتعاون مع فعاليات أهلية ومحلية تقيم حفل زفاف جماعي لعدد من رجال الجيش العربي السوري بينهم جرحى. شفنا الإنساني شعار مؤسستنا قمنا اليوم بهذا العرس الجماعي لأبطال الجيش العربي السوري منهم جرحى من محافظة
يمشوهم، حتى لو هذا العمل راح يكون لهم شيء كثير بسيط. كنت كثير مبسوطه فيهم لانه حسيت حالي عم بعطي شيء من قلب لاخواتنا العساكر عناصر الجيش العربي السوري. طبعا هذا اقل شيء انا قادره اقدم لهم اياه، ان شاء الله السعاده مرافقه دربهم يا رب. شكر لمؤسسه الشهيد، ونحن اليوم جينا نكمل الفرحه مثل ما كنا مع بعض بالحرب، راح نكون مع بعضنا بالفرح. وهدول شبابنا ومقاتلينا بنفتخر معهم وبنكمل ان شاء الله المشوار نحن وياهم بالفرح وبالعزاء وبالحرب. ان شاء الله الله يطول بعمر قائدنا وبلدنا. كون كلياتكم على هذا الحفل الحلو واللي جمع هالفرحه الحلوه بين هالناس الطيبين والحلوين. شكرا مؤسسه الشهيد، ممنونكم كثير كثير، وان شاء الله سوريا بتضل عمراني، وان شاء الله الكل بيكون فدا سوريا، وان شاء الله بتحرير اخر زرة من تراب سوريا بإذن الله. أنا بحب أتشكر القائم على العمل، إن كان مؤسسة الشهيد أو صالون علا الدلة اللي ما قصرت كمان تجاهنا، واللي كل داعمين هذا الحفل الرائع لي ولأخواتي. أنا بعتبرهم أخواتي، ما هن زملاء بس. إن شاء الله سوريا بتضل عامرة بأفراحها ويعم الخير عليها، وكل سنة وأنتم سالمين يا رب. أتشكر كل مين ساهم بهالعمل الحلو، مؤسسة الشهيد، الصالون علا، ومشكر كل اللي شارك واللي ساهم بهالموضوع الحلو. الرسالة انه حتى لو كان الشخص مصاب بيقدر يفرح، بيقدر حدا كمان يشاركه الفرح، يعني مو بس الشخص الكامل في يحقق الفرح. الحفل تضمن فقرات فنية منوعة شارك فيها عدد من الفرق الفنية والفلكلورية، وكلمات أكدت أن جيشنا كان وما زال رمزا لشموخ الوطن وعنوانا للدفاع عن ترابه الطاهر. علي شحود، الإخبارية السورية، حما. لفقراتنا لليوم رح نطوي على الفقرة الطبية الصحية، ورح نحكي عن مشاكل القلب. ونحن دائما بنعرف انه حسب دراسات طبية انه دائما المشاكل القلبية عم تكون النسبة الاكبر لسبب الوفيات في العالم. اليوم هيك اخترنا نحكي عن اعتلال عضلة القلب الضخامي. شو هو هذا الاعتلال اللي نحن بنعرف طبيا انه بيسبب ألم بالصدر، بيسبب ضيق بالتنفس، عدم انتظام بضربات القلب، واحيانا بالموت المفاجئ. أكيد يا رشا، يعني للأسف أمراض القلب منتشرة بشكل كبير بالفترة الأخيرة، ومثل ما ذكرت هي ممكن تكون خطيرة. واليوم نحن رح نحكي عن اعتلال العضلة القلبية الضخامي، من الأمراض يمكن الوراثية، وفي كثير من الدراسات بتقول أنه ممكن تصيب الأطفال بنسبة 50%. الأعراض اللي نحن منتعرف عليها دائما إن كانت صعوبة بالتنفس أو ألم الصدر، ولكن كثير بيقولوا أنه هي الأعراض ممكن ما تظهر ببداية أو ممكن تختلف من شخص للتاني. اليوم مشاهدينا ضمن فقرتنا الصحية الطبية رح تعرف أكثر على الموضوع، على الأسباب وطرق العلاج، مع ضيفنا اللي صار ضمن الاستوديو الدكتور حسن الإبراهيم، اختصاصي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل الأخوة المشاهدين. يسعد صباحك يا حكيم، نورت صباحنا لليوم. خلينا هيك نروح للتعريف الطبي موضوع فقرتنا لليوم، هو اعتلال القلب الضخامي. شو هو هذا الاعتلال؟ كيف بيصيب؟ هل له حالات أو هو نوع واحد؟ اعتلال يعني هو مرض من العلة، فاعتلال العضلة القلبية يعني هو مرض يصيب العضلة القلبية. هلأ اعتلال العضلة القلبية له أنواع متعددة. نحن خلينا نحكي عن شكلين أساسيين وكبار من اعتلال العضلة القلبية، يلي هو اعتلال العضلة القلبية الضخامي اللي عم تسأليني عنه، وفي مرض تاني اسمه اعتلال العضلة القلبية التوسعي. هلأ شو الفرق بين اثنين؟ اعتلال العضلة القلبية الضخامي هو مرض يصيب العضلة القلبية وجدران العضلة القلبية، تصاب فيها الجدران بالتسمك، بتزداد سماكة جدار العضلة القلبية. زيادة هالسماكة هي رح تخلي خروج الدم من البطين الأيسر إلى الأبهر بصعوبة، وبيكون في تضيق في مخرج البطين الأيسر، وبيصير في ضغط عالي بالبطين الأيسر، ويصير الضغط واطي بالأبهر، وبيصير في ممال للضغط من البطين إلى الأبهر.
حجم القلب هون بيكون طبيعي، حجم البطين الأيسر بيكون طبيعي، هالعائق اللي موجود اللي هو السماكة هي في مخرج البطين الأيسر، هالسماكة هي اللي بتساوينا الأعراض وبتضيق مخرج البطين الأيسر. واعتلال العضلة القلبية الضخامي ممكن يكون منتشر في كامل جذر البطين، وممكن يكون موضع في منطقة معينة، ممكن يكون في قمة البطين الأيسر، ممكن يكون بس بمخرج البطين الأيسر أو الحجاب بين البطينين، أو بيكون في كل جذر البطين الأيسر. لكن على كل الأحوال حتى لو ما كان بمخرج البطين الأيسر، حتى لو كان بالقمة وهذا شكل قليل منه، هذا ممكن يساوي لنا اضطرابات نظم مفاجئة، واضطرابات النظم بتكون قاتلة. هلأ شو الفرق بينه وبين اعتلال العضلة القلبية التوسعي؟ اعتلال العضلة القلبية التوسعي بيصير في توسع بالبطين الأيسر، وهذا التوسع بيساوي ضعف شديد بالقلب، وبيصير يكبر حجم القلب، وبيصير القلب لما عم يتقلص ما عم يتقلص بشكل جيد، وما عم يعطي نتاج دم كافي، وبيساوي لنا أعراض معينة تختلف إلى حد ما عن الأعراض اللي بنشوفها باعتلال العضلة القلبية الضخامي. الآن شو سبب هذا المرض؟ الاعتلال العضلي القلبي الضخامي هو مرض يعني عادة ما بيكون تالي لأمراض معينة، ممكن يكون تالي لارتفاع التوتر الشرياني، ممكن يكون تالي لتضيق في الصمام الأبهري اللي هو بين الأبهر والبطين الأيسر، فنتيجة هالضغط العائد على البطين الأيسر يرتكس البطين لحتى العضلة تشتغل بشكل جيد وتعطي نتاج كافي، لازم تقاوم هالضغط، فبتبلش ترتكس جدر البطين الأيسر وتتسمك مع الزمن شوي شوي، وهذا عادة بيكون منتشر. لكن السبب الأساسي لاعتلال العضلة القلبية الضخامي هي الوراثة، فإذا هو مرض وراثي ينتقل من الأبوين بصفة قاهرة، وهذا هو هون اللي نحن ما بنقدر عادة نتحكم فيه. فإذا هذا هو اعتلال العضلة القلبية الضخامي، هو مرض وراثي ينتقل بصفة قاهرة، الوراثة بتلعب دور فيه. أما إذا كان ارتكاسي تالي لارتفاع التوتر الشرياني أو التضيق الأبهري، فهون ممكن نحن نلعب بالوقاية إلى حد ما من المرض. تمام دكتور، خلينا ننتقل للأعراض أو العلامات والدلالات يمكن تظهر عند الشخص ونحن نعرف أنه عنده إصابة باعتلال القلب الضخامي. هل هي الأعراض تفرق من الشخص للتاني، تفرق عند الكبار والصغار؟ خلينا نوضح للمشاهدين أكثر عن الموضوع. خلينا نرجع نحكي شو هو أسباب اعتلال العضلة القلبية التوسعي. اعتلال العضلة القلبية التوسعي هو مرض ثاني، وأسبابه ممكن يكون اعتلال العضلة القلبية الضخامي. إذا مرض اعتلال العضلة القلبية الضخامي بعد فترة من الزمن بتوسع البطين وبيصيروا بفوتوا بيصيروا من النوع الثاني. هلأ النوع الثاني أسبابه طبعا كثيرة، ممكن تكون بسبب ارتفاع التوتر الشرياني أو التضيق الأبهري، وممكن يكون بسبب مرض شائع جدا نحن بنشوفه عادة عند كل المرضى القلبيين اللي هو الداء الإكليلي وجلطات القلب وهدول التصلب العصيدي اللي هو بينتهي آخر شيء باعتلال عضلة قلبية توسعي. هلأ شو الأعراض اللي بنشوفها باعتلال العضلة القلبية الضخامي؟ هي عادة الخفقان، التعب واللهتة وضيقة النفس، ممكن نشوف أحيانا نوب من الغشي، أحيانا ممكن نشوف آلام خناقية، المرضى بنلاقيهم عم يشكوا من ألم صدري وخناق صدر، وهي الأعراض سببها كلياتها بسبب نتاج العضلة القلبية، البطين الأيسر ما عم يعطي دم كافي، وبالتالي بالمريض بيحس بخناق صدر وخاصة أثناء الجهد. لكن أحيانا ما بيكون المرضى عندهم أعراض نهائيا، وهذا المرض نحن عادة بنشوفه عند الصغار بالعمر، يعني في مرحلة الشباب الباكر في الأعمار بين 15-20-30-35 سنة، أحيانا ما بيتظاهروا بأي عرض نهائيا، وفجأة بنلاقي صار موت مفاجئ. هو إذن السبب الأساسي للموت المفاجئ عند الأعمار المبكرة، وغالبا يعني ما بنشوف الوفاة بتصير بعد جهد شديد، مثلا الناس اللي بيروحوا على الجيش وبيمارسوا الرياضة بتلاقي شب وما عنده أي مشكلة وما عنده أي عرض فجأة طب ومات، أو الرياضيين اللي بيمارسوا مهنة الرياضة خاصة كرة القدم لأنه فيها جري وفيها جهد شديد بنلاقي فجأة، ولذلك هدول عادة لازم ينفحصوا ويتساوى لهم إيكو قلب قبل ما يعني يمارسوا الرياضات العنيفة أو الرياضات اللي فيها جهد شديد. إذا هو بدون أعراض أحيانا بنشوف موت مفاجئ، والموت المفاجئ القلبي هو أهم سبب، هو سببه هو اعتلال العضلة القلبية الضخامي عند هدول الناس. طيب دكتور، حضرتك ذكرت بعض الأعراض، هل ممكن هاي الأعراض تتشابه مع حالة
الثاني، يعني حضرتك عم تحكي بأعراض أي حدا بيشعر فيها مننا، يعني إن كان مدخنين اللي بيقرقلوا اللي بيطلعوا جري، فبيحسوا إنه هنن ضاق نفسهم، هنن صار عندهم خفقان زيادة، هل دائما هاي الأعراض مرتبطة بالأمراض القلبية أو لا؟ هي الأعراض هي أعراض قلبية بحتة. هلأ نحن ضيقة النفس لما نشوفها عند المرضى اللي بيدخنوا، مرضى التهاب القصبات والمزمن الساد، هدوليك عادة بيشكوا من سعال وبيشكوا من ضيق نفس وبيشكوا من زلة جهدية. هون أحيانا بتشوف الأعراض ممكن على الجهد وممكن تشوفيها بالراحة. أحيانا المرضى يصابوا بنوى بغشي. شو يعني نوبة غشي؟ نوبة الغشي هي نوبة الغشي، هي نوبة فقد الوعي. بتلاقي المريض فجأة يعني غاب عن الوعي هيك ورد رجع صحي، لكن ما بيفقد الوعي. هي بتختلف عن النوبة العصبية. النوبة العصبية عادة بيكون فيها فقد وعي تام، ممكن يصير فيها اختلاجات وتشنج عضلي وبيصير فيها زبد بالتم وبيصير فيها انفلات مسرات أو أعراض تانية. لكن هون نوبة الغشي بتلاقي المريض داخ وقع أحيانا بعدين رجع صحي. ليش؟ لأنه بيصير عندهم هدول المرضى اضطرابات نظم، فبتلاقي المريض بيصير عنده تسرع قلب شديد مفاجئ بعدين بتروح النوبة تماما. فهي هي أعراض قلبية بحتة، لكن هالأعراض ممكن نحن نشوفها بأمراض تانية، لكن عادة الطبيب بيتوجه من خلال وصف الأعراض عند المريض لأنه هي النوبة هي ألم قلبي أو هي يعني نوب قلبية. الألم الخناقي ما بيصير إلا في الألم القلبي. الألم الخناقي هو سببه عدم إرواء الشرايين اللي بتروي العضلة القلبية بالأكسجين، وبالتالي نحن بهدول المرضى عادة على الجهد الشديد ممكن نشكي من ألم خناقي. ليش بيصير هالألم الخناقي؟ بحس بأنه عم يختنق دكتور، بحس حاله وجع بصدره وخنقه وصله وعلى دقنه وعلى كتفه اليسار، وهذا الوجع بيزيد أثناء المشي. ليش بيصير؟ بيصير عادة لأنه المريض صار عنده سماكة إضافية في جدر العضلة القلبية. هي بدها شرايين لترويها أكثر، بدها تروية أكثر، فالشرايين العادية ما عاد كفت في إروائها، وبالتالي هن ما بيتحملوا الجهد الشديد. هلأ هي الأعراض بتختلف إلى حد ما عن اعتلال العضلة القلبية التوسعي، يلي هنيك بيصير القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل جيد، الدم بيصير بيرجع على الرئتين، ممكن يصير عندهم لهتة وضيق نفس، وخاصة أحيانا لما يتسطحوا على ظهرهم بالليل بيحس المريض كأنه جبل على صدره، كأنه واحد عم يخنقه، بيضطر بيقعد لحد وبيقوم من فرشته وبيوقف يعني على الشباك لحتى يقدر يشم هواء، وأحيانا بيحس بخراخر بصدره وممكن يشكي من سعال وما عاد يتحمل الجهد نهائيا. بتلاقي المريض عم يمشي 10 أمتار بيصير يتعب ويلهت، أو بيطلع درج طابق واحد بتلاقيه ما عاد يقدر يطلع يكمل طلعة الدرج. فهدول الأعراض يختلفوا إلى حد ما عن أعراض اللي بنشوفها باعتلال العضلة القلبية، اللي أهمها هو الخفقان واللهتة وضيقة النفس وطرقة القلب وخناق الصدر. تمام دكتور، يعني عم تحكي عن الأعراض وهي جدا يمكن كثيرة ومؤلمة ومزعجة للشخص المريض. طيب في حال صارت معنا هي الأعراض كيف ممكن نتصرف؟ شو هي الإسعافات الأولية اللي لازم نحن نتبعها اليوم قبل ما يمكن نروح على المشفى؟ هلأ هو الأعراض عادة تحدث بسبب تسرع القلب. أهم شيء بالموضوع أنه نحن نحاول نضبط سرعة القلب، ولذلك أهم شيء أنه نحن نعطي الأدوية يلي تبطئ العضلة القلبية وتخلي النبض عادة أو عدد ضربات القلب عادة بال50 لل60 تقريبا. نحن لما نضبط سرعة القلب بتخف الأعراض بشكل واضح، والأدوية اللي بتضبط سرعة القلب هي أدوية كثيرة متنوعة. أهم شيء فيها هو حاصرات المستقبلات بتا يلي بتخلي القلب ما بيتسرع زيادة وبتخلي المريض يتحمل الجهد إلى حد ما. يجي بعدها الأدوية الحاصرة لمستقبلات الكالسيوم، وخاصة الفيرباميل يلي هو ممكن يضبط سرعة القلب وما يخلي القلب يتسرع ويحمينا المريض من الخفقان والتسرع واللهتة وضيقة النفس وبيخفف الأعراض بشكل واضح. وممكن نستعين احيانا بمضادات اضطراب النظم القلبيه اللي هي ما بتخلي يصير عندنا تسرع قلب او رجفان اذيني او خربطه بضربات القلب حتى القلب يضل يشتغل بشكل جيد. اذا اهم شغله انه نحن نضبط سرعه القلب. هلا لما يتطور الامر لاعتلال عضله قلبيه توسعي ويصير في ضعف شديد بالقلب، وقتها بتختلف الادويه، لازم نحن نضيف مدرات او حتى ممكن نعطي الديجوكسين اللي هو بيبطئ العضله القلبيه في المراحل الاخيره او النهائيه. اما اعطاء الديجوكسين في اعتلال العضله القلبيه الضخامي فهو ممنوع وما بيصير ينعطى ابدا لانه هو بيزيد الاعراض. هون عم نحكي خطه علاج دكتور. فخطه العلاج اذا تعتمد على التشخيص ومراحل المرض. هي اهم شغله من شخص لآخر حسب الحالة. أكيد يعني كل مريض
حسب فحصه وحسب الأعراض وحسب المرحلة اللي هو فيها. نحن ممكن نحط خطة العلاج المناسبة اللي بتخفف له الأعراض وتخفف له اللهثة وضيقة النفس. هلأ اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد يلي ما عم يقدر يطلع الدم، ما في يعني نتاج كافي والدم ما عم يطلع بسبب هالعائق اللي موجود قدام الدم، هذا علاجه الوحيد هو الجراحة. يكون في وهذا الجراحة هم بدها خبرة معينة، بدها يعني جراحين معينين عندهم خبرة خاصة لحتى يقدروا يقيموا إذا في غشاء مثلا هو عم يعيق مرور الدم، أو إذا في يعني سماكة شديدة يحاولوا يصلحوا هالسماكة هي بحيث تنقص الممال وتخفف الضغط يلي بالبطين الأيسر ويصير الدم يجري بسهولة من البطين الأيسر باتجاه الصمام الأبهري والأبهر. طيب دكتور، اليوم هذا المرض اعتلال العضلة القلبية الضخامي ممكن نشفى منه؟ اعتلال العضلة القلبية الضخامي لا يمكن الشفاء منه، لأنه هو في تشوه بالأساس بالعضلة القلبية، لكن تخفيف الأعراض هو الخطة العلاجية، والجراحة يلي هي ممكن تلطف لنا المرض وتصلح لنا إياه إلى حد ما. طيب دكتور، يعني نحن معروف خلينا نقول ما بدنا نعمم القصة، ولكن بشكل كتير كبير دائما نحن منروح بالحالة الإسعافية على أي اختصاص طبي بحياتنا. هذا الشيء أكيد بيعمل له أثار كتير سلبية، له مضاعفات على الجسم. هذا المرض في حال تم إهماله أو مراجعة الطبيب المختص بالوقت المناسب، شو أهم المضاعفات اللي ممكن يعيش فيها المريض؟ دائما أنت عندك عائق أمام خروج الدم من البطين الأيسر. هذا العائق يجب أن يزال. لما يبقى هالعائق البطين الأيسر بدي يحاول يعطي نتاج كافي لحتى يروي الجسم، لحتى الإنسان يقدر يقوم بعمله. فلحتى يشتغل البطين بدي يصير يضغط أكثر، بدي يرتكس أكثر. لكن مع الزمن هالبطين إذا نحن ما عالجناه وما عالجنا المرض بدي يبلش يتوسع شوي 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 شوي، وبيصير في عنا ضخامة وتوسع بالعضلة القلبية ويتطور للنوع الثاني اللي حكينا عليه من شوي، وبهالحالة بيفوت المريض بقصور قلب. هلأ ما في حل ثاني إلا أنه نحن نصلح المرض إذا كان قابل للتصليح، أو استبدال العضلة القلبية، نقل القلب. في تبرع بالعضلة القلبية ونستبدل القلب كلياته ممكن بقلب صناعي، وهو يعني أو بمتبرع. طبعا المتبرعين ما في متبرعين، إنما يعني حوادث السيارات اللي بيموتوا فيها شباب في أعمار مبكرة وبيكونوا موصين بأنه يتبرعوا بأعضائهم، ممكن نحن هدول نلاقي له قلب ونرجع نزرع له القلب. إذن هو مرض ما في منه شفاء، ونحن إذا أهملناه رح يتفاقم ويتطور لاعتلال عضلة قلبية توسعي، وممكن ما يوصل المريض لهالمرحلة هي. إذا أهملناه ممكن يموت المريض فجأة. طيب ونحن قلنا من شوي أنه هو السبب الرئيسي المفاجئ للوفيات بأعمار مبكرة. صحيح. وتصور نسبة الوفيات عالية، ونسبة الوفيات هي 1-6% تقريبا بالسنة. سنوي. طيب دكتور، طالما أنت عم تقول وراثي، هل هو مكتشف من قبل الطبيب المختص بعمر أصغير أو بحالة عند الولادة؟ يعني إذا هذا الطفل خلق وعنده مشكلة قلبية، هل ممكن يتم كشفه فورا؟ عادة المرضى يكشفوا بالصدفة، فهن أثناء مرورهم أو فحصهم من قبل طبيب الأطفال أو بالكبار بالعمر شوي، وقت يمروا لعند طبيب ويصغي قلبهم بنلاقي فيه نفخة. فهو الطبيب وقت يسمع فيه نفخة مو طبيعية بيتحول لمريض القلبية. مريض القلبية رأسا وقت يعمل له تخطيط قلب بيلاقي فيه تبدلات تخطيطية معينة تتماشى مع المرض. هلأ وقت يعمل له إيكو قلب، الإيكو القلب هو التشخيص أو هي الوسيلة التشخيصية المهمة تقريبا الوحيدة. طبعا ممكن تشخص بالقسطرة، بس الإيكو القلب أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية هي الوسيلة الوحيدة لتشخيص المرض. إذن كل المرضى اللي بيشكوا عادة من أعراض وقت يراجعوا الطبيب ويصغي لهم قلبهم وبنسمع هالنفخة هي، بيلاقي عندهم في مشكلة بالقلب. وقت يساوي إيكو القلب بيتشخص المرض. تمام. هلأ وقت يتشخص المرض نحن ممكن نعالجه، أما يعني في أحياناً بشكل فحص عابر ممكن يتشخص المرض. تمام دكتور، بالختام هيك نصائح سريعة للمشاهدين للحفاظ على صحة القلب، ولنركز على أهمية الكشف المبكر عن أمراض القلب. هلأ أكيد الفحص الدوري للناس العاديين يعني ممكن يكشف المرض، لكن في ناس كتير ما بيساووا فحص دوري. هلأ كل المرضى يلي بيشكوا عادة من آلام خناقية أو من تعب ولهتة أو خفقان أو تسرب القلب أو نوب غشي، هدول المرضى لازم يعرضوا حالهم على طبيب لحتى نحن نقدر ندبر الأعراض يلي بتصير عندهم، ولحتى نحميهم من الموت المفاجئ.
أهم شيء أنه نحن العقبة الأساسية هي الموت المفاجئ، لحتى تحمي المريض أنت من الموت المفاجئ لازم أنت تضبطي الأعراض بالأدوية، وإذا ما انضبطت الأعراض بالأدوية أو تحول المريض وتفاقم وصار عنده اختلال عضلة قلبية توسعي، لا شك أنه في عنا شيء اسمه بطارية. هالبطارية هي بتحمي المريض من اضطرابات النظم القاتلة، حتى بتتغير دكتور وبتتعب. فخلينا نروح للقصص اللي نحن بنحمي فيها هذا القلب، إن كان بالكشف المبكر، إن كان في أنه نحن ننتبه لأي عرض ممكن نحن نحس فيه. دكتور كتير شكرا لحضورك اليوم، حديث القلب كتير طويل يعني يحتاج لحلقات، حتى يعني بننطرق بحلقة آخر للموضوع النفسي وتأثيره على عضلة القلب. شكرا دكتور، نتمنى لك التوفيق وصباحك حلو. شكرا كثير لكم، ونحن بنتمنى دائما الشفاء والصحه والعافيه لك المرضى. اكيد. بالختام الدكتور حسن ابراهيم اختصاصي بالامراض الداخليه وامراض القلب، اهلا وسهلا فيك دكتور نورتنا. شكرا كثير. شكرا. ما هلا نحن كالعاده كل نهار سبتك بنروح لنتعرف اكثر على احوال الطقس كيف حتكون ضمن الاسبوع يلي نحن فيه، ودائما ضيفنا عبر اتصال هاتفي المتنبئ حسان الجردي لنعرف اكثر هل حيكون المنخفض مستمر طولة ايام الاسبوع والامطار حترافقنا، وين حتكون التركيز الاكبر. سعد صباحك استاذ حسان. صباح الخير. سعد صباحك. صباح الخير. سعد صباحك. مين سلام. يا ريتك لو سمحت تحطنا بصورة الأوضاع بشكل عام، هل هذا المنخفض مستمر، وأكيد التحذيرات المهمة لليوم. هلا بداية صباح الخير من جديد لإليك الأخبارية السورية لزميلتك. صباح الخير. والمطر، هطولات مطرية بمختلف المناطق، هطولات كانت متميزة جدا بالساحل السوري. المنخفض الجوي اللي عم يتأثر فيه من يومين كانت زرته هي ليلة مبارح، أعطى هطولات مطرية كانت متميزة جدا بالمنطقة الساحلية. أكبر كمية هطول كانت بمحافظة طرطوس، بلغت 120 ملمتر بجبال القمصية، 109 ملمتر ببرمانة مشايخ بطرطوس، مركز مدينة طرطوس 26 ملي، صافيتها 37. بالنسبة لمحافظة اللاذقية كانت كمية هطول بمركز المحافظة ضعيفة نوعا ما، تقريبا 8 ملي، أما أكبر كمية هطول بالمحافظة كانت بالقتيلبية 100 ملمتر، في مطار الشهيد باشا الأسد مدينة جبلة 39 ميلي، القرداحة 34 ميلي، بانياس 84 ميلي تقريبا. هلأ العاصمة دمشق كان فيها هطول بلغ بحوالي 7 ملمتر، بحلب 10 ملمتر، إدلب تقريبا 15 ملمتر، بالقنيطرة 54، سرغاية 52، درعة 32، من المنطقة الوسطى 45، حما 24، بالمنطقة الشرقية بدير الزور 3 ملمتر. الهطولات كانت عامة وشاملة، نحن ذكرنا بعض المناطق على سبيل المثال للحصر. المنخفض الجوي الممتد بكافة طبقات الجو المرتفق بكتلة هوائية باردة ورطبة مستمر معنا لليوم، ذروته كانت ليلة مبارح حتى ساعات مساء هذا اليوم بتضل الذروة مستمرة. الأجواء بشكل عام لليوم عم تكون أجواء غائمة إلى غائمة ماطرة على فترات بأغلب المناطق، الهطولات بتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان بشكل خاص بالمنطقة الساحلية، ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بس تضل درجات الحرارة حول المعدل أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، والرياح عم تكون بشكل عام غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة بأغلب المناطق مع هبات نشطة تتجاوز سرعة الهبات لبعض الأحيان 65 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الساحلية والجنوبية والبادية. تصير الغبار بالمنطقة الشرقية وبالبادية السورية تحديدا، البحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج، ممكن تتجاوز ارتفاع الأمواج ببعض الأحيان 2.5 متر ودرجة حرارة مياه البحر 22 درجة مئوية. على أنهار بكرة بتبلش الأجواء تميل الاستقرار بشكل بسيط وضعيف، نهاية المنخفض هو ليلة بكرة، الأجواء بتكون بشكل عام أجواء غائمة جزئيا، فرصة إن شاء الله موجودة بالمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والساحلية والشمالية، درجات الحرارة بتبلش ترتفع من نهار بكرة ليكون الاستقرار العام والمطلق من يوم الاثنين القادم، مع بقاء الفرصه للهطول المطري يوم الاثنين والثلاثاء على شكل زخات خفيفه من المطر تحديدا بالمنطقه الساحليه واجزاء من المنطقه الشماليه الغربيه. تستمر الاجواء مستقره حتى نهايه هذا الاسبوع، ودرجات الحراره بتضل عم ترتفع وبتبلغ اعلى من المعدل تقريبا 2 ل 4 درجات مئويه بشكل عام باغلب المناطق. خلال ساعات الليل رح تكون الاجواء بارده، يحدث حدوث التقطيع بالمرتفعات الجبلية بعض المناطق الداخلية، تشكل الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية بالخاص صباح يومي الاثنين والثلاثاء بالمرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية. هلأ بشكل عام احنا بنحذر بهيدي المنخفضات الأخوة المواطنين
في تشكل السيول بالمنطقة الساحلية بسبب غزارة الهطول المطري، انخفاض الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب ببعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر. بنحذر من الفروقات بدرجات الحرارة بين الليل والنهار هيدي الفترة وتشكل الصقيع ببعض المناطق الداخلية. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 14-8 قنيطرة، 12-6 قلمون، المرتفعات الجبلية 8-2، درعا 15-7 السويداء 11-6، المنطقة الوسطى 15-11-6، حماة 14-6، بالحسكة منطقة الجزيرة 14-4، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 20-13، بالشمال حلب وإدلب 14-4، دير الزور الرقة المكمل المنطقة الشرقية 17-5، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 16-5. الجردي لكل المعلومات اللي ذكرتها، ومثل ما سمعنا بكرة حيكون هو اليوم الأخير لهذا المنخفض. إن شاء الله هيك دائما نقول بردا وسلاما على سوريا الحبيبة، والله يبعث الأمطار والخير على طول. نحن مكملين أكيد بباقي فقراتنا الصباحية، وصلنا لفقرة قانونية ورح نحكي هايدي على موضوع جدا مهم خلينا. يمكن كمان بنسمع عنه كثير ولكن ما بنعرف تفاصيله. اليوم مشاهدينا رح نحكي عن الحيازة يلي بتسلط شخص على عقار او شيء بشكل فعلي باعتباره اما مالكان له او صاحب حق عليه، مثل حق انتفاع بالنسبه للعقار بحيث يتم وضع اليد على العقار وبيظهر بمظهر المالك امام الغير. أكيد يا هادي، وإذا بدنا نقول إنه الحيازة بتكون هي على عكس الملكية فهي مؤقتة بوجود مبرر مشروع لوضع اليد على العقار. رح نحكي عن هذا الموضوع، نضوي على تفاصيل ومفاصل جدا مهمة بهذا الموضوع القانوني، وأكيد ضيفنا هو المحامي محمد المهدي. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا بداية نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بالحيازة القانون السوري. هلا الحيازة عرفها القانون المدني بأن هي سلطة معينة يعطيها شخص لنفسه، إما للظهور بمظهر المالك بالتصرف بالشيء اللي واضع حيازته عليه، أو لإعطائه صلاحية معينة أخرى فيه. من التعريف تبع الحيازة نحن بنشاهد إنه في عنا نحن شقين للحيازة، عنصرين، عنصر مادي وعنصر معنوي. العنصرين هن مرتبطين ببعض، ما بيصير نحن نكون أمام حيازة إلا إذا كان العنصرين متواجدين. ما بيصير إنه يكون نحن في عنا عنصر من العناصر والتاني غير موجود. العنصر المادي هي من التعريف نحن بناخده إنه هو ظهور المالك ظهور الحائز بمظهر المالك. العنصر المعنوي هو إنه يعطي نفسه صلاحية السلطة على الشيء، ويكون في عنده النية بحيازة هذا الشيء. ما بيكفي نحن وجود شخص واضع يد على شيء أو هو حائز له لنقول نحن إنه هذا الشخص أمام حيازة على شيء. مثل مثلاً نحن إذا بدنا نذكر إنه الشخص اللي بيكون في عنده سائق على سيارة، هلا هو صحيح هذا السائق بيكون هو موجود بهذه السيارة هاد، بس نتيجة مبرر عطاياها مالك السيارة ما بيكون في عنده نية للحيازة إلها، فهون نحن ما بنكون امام حيازه بهي الحاله. نحن هيك عم شوي الموضوع من العنوان، يعني عم نحاول نبسط اكثر وناخذ امثله. ذكرت السائق، اليوم الحيازه حتى يعني تثبت في لها شروط، ذكرت مادي وغير مادي حضرتك. ذكرنا نحن هلا عنصرين الحيازه هن المادي والمعنوي. طيب اذا بنروح للشروط اللي بتثبت الحيازه. بالنسبه للشروط هلا نحن في عندنا شرطين لازم يكونوا موجودين، اللي هن شرط الحيازة لازم تكون مستمرة وهادئة، خالية من ثلاث عيوب اللي هي الإكراه والغش والغموض. ما في عنا بالحيازة عدم استمرار، بس انقطعت الحيازة نحن طلعنا عن موضوع الحيازة بيصير في عنا حالات من حالات الانقطاع. طيب اعطينا مثال استاذ، يعني اعطيني اي مثال من الحياة العامة. يعني شخص قام بوضع يده على عقار بهدف انه يحوزه بعد مدة قانونية، بحال هذا الشخص استمرت حيازته فيه بمدة 15 سنة اذا بنذكر انه هي اللي مدة تقادم بالحيازة. طيب هذا العقار بالاصل هو لمين بده يكون؟ هل هو املاك دولة؟ هل هو يعني غير موجود صاحبه؟ يعني هل هو زراعي عقاري؟ ممكن شخص، ممكن عقار انا اكون مأجره لشخص. نعم. بالبداية في نحن عندنا هذا الشخص حيكون هو معه سند بانه هو مستأجر هذا العقار، وقت اللي هذا الشخص حيغير بالنية تبعه، هلا هو محقق الركن المادي بالتعريف الحيازة كونه هو مالك كونه هو قاعد بالعقار حائز له.
وقت اللي بيغير هو العنصر المعنوي بصير قصد حيازته غير مشروعة. الحيازة هي ما بتنبنى على شيء مشروع. نعم. ولا على مبرر سوي أمام القانون. قانوني إذا صح الكلام. وقت اللي هذا الشخص بيغير من النية تبعه بحيازة هالعقار مثلا بيخلص عقد الأجار أو بيتلف الورقة تبع العقد الأجار بينكر وجود عقد إجار هون صار في عنده إضافة لأنه هو حائز وضع يده ظاهر مظهر الملك تجاه الغير بهالعقار شال هي الورقة اللي موجودة نحن عنا اللي بتثبت وجوده بهالعقار هون نحن بلش بقال نحن في عنا موضوع الحيازة صار هو هون بده يشوف الموضوع تبع انه يمضى الوقت القانوني ال 15 سنة بيتملك هو بالحيازة عن طريق التقادم اذا ما صار في عنا حالة من حالات انقطاع التقادم التقادم بينقطع في عنا نحن حالات لانقطاع التقادم ممكن انه هذا الزلمة اللي حائز بالعقار تطلع من ملكيته الحيازة يطلع من يده الحيازة ممكن يصير في انقطاع ممكن بالنسبة للشيء المنقول انه يفقد هو الشيء المنقول لأنه نحن بالمنقولات في عنا أنه حيازة المنقول هي سند الحائز حيازة المنقول سند الحائز نحن بالأشياء المنقولة ما في أغلبها يكون في أشياء ثابتة ورقيات لهذا الشيء إلا بحالات معينة خاصة القانون مثلا مثل السيارات هي بتعتبر من سبيل المنقولات بس السيارة إلها طبيعة خاصة كونه في إلها قيود وفي إلها دائرة نقل في إلها مواصلات هاي السيارة في إلها مالك بيبين نحن مين هو بالنسبة مثلا لجوالات لأي شيء منقول آخر هو حيازة المنقول سند الحائز بالمنقولات ما في عندنا نحن مد للحيازة تبعها مجرد وضعها باليد الشخص فهو اعتبر حائز إلها بدون أي مدة إلا بحال ثبوت العكس أو إجا شخص آخر طالب فيها تمام استاذ محمد هل ممكن تغيير الوضع القانوني للحيازة مهما امتدت أيام ما وضع اليد على العقار؟ تغيير الوضع القانوني للحيازة بده يخضع للمدة التقادم بده تكون بالحيازة الهادئة المستمرة ليصير الحائز هلا الحائز بالبداية هو ما بيملك أي مستند سواء بس أنه هو ظهوره بمظهر المالك والنية السيئة باتجاه الشيء اللي هو حائز له وقت اللي بده يتغير الوضع القانوني للحائز هي بوقت اللي بده يلعب على الموضوع هو انه انا يقطع علي فترة تقادم ما يشوب اي شيء من حالات الانقطاع اليوم الدعوة القضائية بتوقف الحيازة بتقطع المدة اللي عم يعد الشخص لها مثلا اذا بنحكي 15 سنة هذا الشخص قاعد حائز للشيء ما بيتملك بحال بهال 15 سنة قام المالك الاساسي بمطالبة بمطالبة بدعوى استرداد الحيازة القانون السوري حمل حيازة بثلاث دعاوي حمل القانون السوري بدعوى استرداد الحيازة دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى وصف الحالة الموجود دعوى استرداد الحيازة الحائز الأساسي اللي فقد حيازته فيها بحق له انه يقدم دعوى استرداد الحيازة خلال مدة سنة من تاريخ الحيازة الجديدة صدور حكم من الحيازة من مو حكم الحيازة بحق له يقدم الحائز السابق دعوى استرداد حيازة من الحائز الجديد خلال فترة سنة فقط خلال هي السنة اذا كان هو عنده علم بحال عدم علمه بالحائز الجديد فهي السنة الميلادية بتمتد من علمه بوجود حائز جديد لحتى يقدم دعوى استرداد حيازة دعوى استرداد الحيازة من دعوى المنظورة أمام محكمة الصلح طيب. خلينا نروح للمناطق العشوائية ونحن بنشوف أنه البيوت اللي بتكون موجودة ضمن هي المنطقة بتكون هي مسجلة عبر عدادات مية وعدادات كهرباء باسم مالك البيت يعني هل هذا الشيء ممكن أنه يحمي من حيازة تانية لعداد الكهرباء والمي أو لا؟ هلأ بالنسبة لهذا الشيء المناطق الغير خاضعة لإدارة أملاك الدولة هي المناطق بتكون غير محددة ومحررة يعني لا تخضع لسجل العقاري للطابو إذا بالعامية بدنا نقولها هي المناطق بيختلف فيها الكثير من القيود اللي بتحكمها سند ملكيتها هي بالعامية هي عداد الكهرباء والمي ما بيملك الحائز لهالعقار مثلا أي شيء بالنسبة لا لحصة سهمية ولا لشيء بيختلف فيها مدة التقادم
طيب يعني مدة هي لو التقادم مدة تكون تثبت انه هذا البيت لهذا الاسم يعني مدة التقادم بالنسبه للمناطق الاميريه الغير مسجله والغير خاضعه لاداره الدوله هي مدة التقادم فيها 10 سنوات مو 15 سنه. بالنسبه لموضوع ساعات الكهرباء والمي في شيء بالقانون هي شهاده تعريف من المختار والجوار بتحقيق محلي بانه هذا الشخص يملك ساعه كهرباء وهو اللي حائز لهالعقار هذا، فهي هذا المستند الوحيد اللي ممكن الشخص يعمله بحال وجوده بهي المناطق ليضمن هو حقه بحال قام بتاجير هالعقار هذا الحائز له او شيء ليسترد حيازته. هو اذا استرد الحيازه فادى ساعه الكهرباء وعداد المي ممكن انهم يتبدلوا. فهو فعلي تنازل لبائع جديد ممكن او لمشتري جديد ممكن بالتنازل ممكن ببدل ضائع ببدل تالف باي شيء يعني ممكن انه الشخص يقوم باللعب عليه وقت اللي بده يسترد الحيازه الحائز الاساسي اللي دخل هالحائز او ممكن دخل بدون علمه. فهون في صعوبه جدا بحال هو ما كان يعني مثبت بوجود مثلا شهاده تعريف من المختار من قسم الشرطه المختص بالمنطقه بوجود انا حيازتي بهالعقار. تمام. هلا في عندنا استفسار جديد، في حال صاحب العقار قد حازه بموجب سند حيازه والذي يشترط ان يكون العقار في حيازته لاكثر من 15 سنه دون وجود تنازع قانوني عليها ولم يدعي عليه احد نازع عليها، هل لاحد ان ينازع على الملكيه؟ الملكية بالنسبة للحيازة بحال ذكرنا نحن أنه في سنة ميلادية إذا وقع الحيازة بيد حائز جديد فهي السنة الميلادية بحال هو تجاوز السنة الميلادية الحائز السابق وما قام بمطالبة الحائز الجديد بدعوى استرداد حيازة هون بصير نحن في عنا المطالبة بترجع للمالك الأساسي اللي عنده هو بيملك سند لهذا الشيء. تمام. بتروح القصة محاكم يعني بدها تروح القصة محاكم بحال نحن عنا بالحيازة هي ما فيها سند يخول هذا الحائز بالشيء اللي هو مالكه نتيجة عدم وجود شيء يسجل هي بالبداية سلطة عم يخولها هو هالشخص هذا لنفسه. طيب أستاذ محمد عم نحكي عن الملكية، شو الفرق بينه وبين الحيازة؟ في فرق بيناتهم؟ هلا الحيازة هي وضع يد للظهور بمظهر المالك. طيب خلينا نروح للمحكمة، مين المحكمة المختصة بهيك دعاوى؟ الدعاوى المتعلقة بالحيازة هي من الاختصاص العام والشامل لمحكمة الصلح المدنية. وممكن تسقط، نحن بنعرف المحاكم العادية أو الدعاوى العادية ممكن تروح بالتقادم ممكن تسقط الدعوى، هل اليوم هذا البند يطبق قانونياً أيضاً على موضوع الحيازة؟ أكيد هلا بحال هلا دعاوى الحيازة ذكرنا نحن أنه ب 15 سنة بالعقارات والمنقولات سواء المالك الحائز تبعها حائز بسند او غير سند بسوء نية. بالنسبة للمناطق الاميرية الغير خاضعة لادارة الدولة والغير مسجلة بالسجلات العقارية فهي مدة التقادم فيها 10 سنوات. طيب في حال تزوير سندات الملكية شو موقف القانون السوري من الموضوع؟ لا بحال تزوير السندات نحن بنطلع من موضوع الحيازة شوي لنروح لموضوع التزوير. نعم. طيب خلينا نحكي شوي عن كل يوم بدون تأكدوا انه هو تم تزوير هي السندات، هل كمان اجراءات قانونيه رح تاخذ وقت طويل؟ بحال تزوير السندات الاساسيه فهي اي شيء اليوم خاضع للسجل بالنسبه للعقارات او المنقولات اي شيء بيخضع لنظام تسجيل عند الدوله فهي ما يعني عبء الاثبات ما حيكون من الصعب. بس ممكن ممكن يتم التزوير فيها بس بدنا نروح نحن هون على تزوير اوراق رسميه او تزوير مستندات لنطلع نحن على شقين التزوير الجنائي الوصف او الجنحوي حسب هي طبيعه الوثيقه اللي عم تتزور اذا كانت من الاوراق الشخصيه مثلا او العاديه فهي بتكون تزوير جنحوي الوصف اذا كانت من الاوراق الرسميه مثلا زور ورقه طابو فهي من الاوراق الرسميه اللي بتروح على التزوير الجنائي الوصف. طيب في حال انه احد الطرفين المتنازعين خلينا نقول توفى ان كان المدعي او المدعي عليه بموضوع الحيازه، اليوم قانونيا كيف بينظر القانون لهذا؟ دعاوى الحيازه هي من الدعاوى اللي بتنتقل للخلف ورثه بتنتقل للخلف سواء الخلف العام او الخلف الخاص. اليوم نحن في عندنا احيانا شيء يكون هو حيازه عرضيه. الحيازه العرضيه هي الشخص قام مثلا بوضع سند معين عند شخص هالسند هذا هو صح شيء منقول ولكن هذا الزلمه قام بوضع حيازته عليه بعدم رده هذا حائز عرضي ممكن للحائز العرضي
أن يقوم بدعوى استرداد الحيازة. ممكن أنا أكون مستأجر بعقار أفقد حيازتي لهالعقار، أنا خلال مدة الأجار تبعي أنا فيني أقدم دعوى استرداد حيازة بحال فقدت حيازتي بعيدا عن المالك الأساسي اللي قام بتأجيري. تمام. بالختام أستاذ محمد خلينا نوضح إمتى بتسقط دعوى الحيازة. دعوى الحيازة تسقط بمضي 15 سنة بدون أي شيء يمنع انقطاع التقادم. التقادم في عنا 15 سنة بالنسبة للعقارات والمنقولات، وعنا 10 سنوات بالنسبة للمناطق الأميرية الغير خاضعة لإدارة الدولة. حالات انقطاع التقادم ممكن بدعوى استرداد الحيازة، ممكن بالمنقولات باسترداد المنقول من الحائز الأساسي، ممكن بالترك، ممكن الحائز بعد فترة معينة هو يترك من تلقاء نفسه فيفقد الحيازة. نتشكرك أستاذ محمد لحضورك اليوم ولكل المعلومات القانونية اللي ذكرتها، ودائما نحن القانون وضع لحماية المواطن، يمكن إجراءات بسيطة بتحمينا من أنه نحن بندخل بأي موضوع قانوني ممكن هيك ياخذ سنين من حياتنا. شكرا لك ونورت صباحنا. صباحك. شكرا لك أستاذ محمد ويعطيك ألف عافية. عافية. أهلا وسهلا فيك. أمان هلأ مشاهدينا مكملين معكم ورح ننتقل للتقرير التالي بمناسبة عيد الشجرة 72 وبمشاركة فعاليات رسمية وشعبية بحمص. نفذت مديرية زراعة المحافظة احتفالية مركزية حيث تم زراعة أشجار حراجية متنوعة في الحديقة الشعبية بحي الوعر. أكيد تفاصيل كثيرة بنتابعها سوا بالتقرير التالي. بمناسبة عيد الشجرة 72 وبمشاركة فعاليات رسمية وشعبية في حمص، نفذت مديرية زراعة المحافظة احتفالية مركزية حيث تم زراعة أشجار حراجية متنوعة في الحديقة الشعبية بحي الوعر. نحن اليوم عم نحتفل بمنطقة الوعر، رح نزرع اليوم 20 دنوم بكل أنواع الأشجار الحراجية اللي هي السرو، الجازورينا، الصنوبر. بداية انطلاق الحملة، الخطة الشتوية، إجمالي المساحة الحراج بالمحافظة 57 ألف هكتار. بتمنى ترجع غاباتنا خضرة كما كانت. عم نشجر بغابة الوعر، وطبعا بنفس الوقت عم نشتغل على طريق مدخل مدينة حمص الغربي اللي هو طريق طرابلس. وطبعا نحن عندنا خطة متكاملة على عدة خلال فترة الأعوام الأربعة لنلحظ كافة الحدائق الموجودة ضمن المدينة والمسطحات الخضراء بزراعة الأشجار. حاليا نقوم بإعادة زراعة الأشجار في غابة الوعر اللي تعرضت للتخريب نتيجة الحرب الإرهابية اللي صارت على بلدنا. هاي خطة مديرية الزراعة بالتعاون مع مجلس مدينة حمص، بالإضافة إنه عم نقوم حاليا بتشجير طريق طرابلس كخطة مجلس مدينة. جينا نشارك بزرع الشجر بحديقة الوعر الشعبية لنزين هالبلد ونرجع خضرة ونعوض كل شيء فقد منا من غابات سوريا والأشجار اللي انحرقت، وإن شاء الله بترجع بلدنا أحسن من أول بكتير. حملات التشجير مستمرة على مساحات واسعة في محافظة حمص بهدف تعويض المناطق المتضررة بالأشجار وزيادة المساحة الخضراء لإعادة الغطاء النباتي أجمل مما كان عليه. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. وبآخر فقراتنا لليوم حنروح للفقرة النفسية التربوية. الأطفال مثلهم مثل أي حدا كبير بيمرق بمشاكل نفسية، بيمرق أحيانا بمشاعر سلبية من المحيط، ممكن نحن ما نشعر في أنه هذا الطفل تأذى بسبب هذا التصرف مننا ودخل بحالة نفسية، حالة اكتئاب. ولكن هل اليوم عم بيعيش نفس أعراض العمر الأكبر؟ هل عم يكون نفس درجات الاكتئاب؟ شو رأيك يا هايتي؟ أكيد يا رشا، يعني مثل ما ذكرت اليوم يمكن الأطفال مثلهم مثل الكبار ممكن يمروا بمشاكل نفسية، بضغوط كتيرة بالحياة، ولكن هنن يمكن ما يعرفوا يتحكموا أكثر بمشاعرهم ويضبطوها. اليوم يمكن في كتير من الأسباب يلي بتشكل عندهم هي المشاكل النفسية، إن كانت بداية من المشاكل بالأسرة أو إن كانت من المحيط الخارجي أو كتير من الظروف اللي ممكن تأثر على سلوكهم وعلى شخصياتهم. طيب كيف ممكن نحن اليوم نفهم هذا الطفل، نفهم المشاكل اللي عم بيعيشها، كيف ممكن نقدم لهم الدعم، وإيمت ممكن نلجأ للأخصائي النفسي؟ اليوم معنا رح نحكي أكثر مع الأخصائية النفسية شذا عبد اللطيف. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يا صباح الخير. صباح الخير شذا.
برد اليوم ما عم تقولي؟ والله شوية برد شوي كتير. أهلا وسهلا شازا. اليوم عم نحكي عن هيك هذا العنصر المدمر الهالك الموجود بحياة كل حدا فينا، هو العنصر المجمل بنفس الوقت. صحيح. ولكن مثل ما أن هذا الطفل ببعض الأوقات ممكن يتعرض لأي حدث، لأي صورة ممكن تعمل له حالة نفسية، طب أنا كيف قادرة انتبه أنه طفلي عنده مشكلة نفسية؟ تمام. شو بيثار عليه؟ خليني بداية نعرف أنه الشخص بحسب منظمة الصحة العالمية عرفت على أنه الطفل هو أي حدا دون السن القانوني اللي هو تحت الـ 18 سنة. طبعا مثل ما ذكرتي بالمقدمة، الأطفال مثل البالغين مثل كبار السن قادرين أنه هنن ينصابوا باضطرابات نفسية أو يصير في عندهم مشكلات نفسية. صحيح. أكثر الأشخاص اللي هنن قادرين يلاحظوا هاي التغيرات السلوكية اللي هي عم تطرأ عند الطفل هنن مقدمين الرعاية أو هنن الأهالي يلي هنن موجودين بالدائرة القريبة. ممكن كثير الأم تلاحظ على طفلة أنه بلش ممكن يصير في هاي التغيرات السلوكية تظهر عنده، يبلش انه هو يرفض مثلا انه هو يروح على المدرسة، تبلش عنده حالة من العناد ممكن المستمر اللي هو موجود بالبيت، ما عم يعرف انه هو يتواصل مع الاشخاص اللي هنن قريبين منه مع رفقاته، ممكن يصير في عنده انسحاب اجتماعي من الدائرة اللي هي محيطة فيه، ممكن كمان انه هو يتجنب انه يكون موجود ضمن المدرسة او ضمن رفقاته، بتلاقوه انه هو في كتير مهام عم يتوكل فيها من قبل ام ما عم ينجزها بطريقة صحيحة. ممكن تبلش عندنا فترة الكوابيس، مشكلات النوم ان كانت ما عم يقدر انه هو ينام او ممكن يكون عنده نوم متقطع. في كتير علامات ممكن انه هي تظهر، والمهم يكون عند المقدم الرعاية او الام الوعي لحتى هي تقدر تلاحظ هي العلامات اللي بلشت تظهر عند الطفل وكيف بدها تتعامل معه وشو الطريقة الأنسب لأنه هي تحاول أنه تحد من هي السلوكيات اللي هي بلشت تظهر عند الطفل. تمام. واليوم يمكن الأطفال مثل ما هنم بحاجة لرعاية واهتمام من الأهالي بصحتهم الجسدية، هنم أيضا بحاجة لاهتمام بالصحة النفسية، لأنه أكيد كتير من المشاكل اللي ممكن يتعرضوا إليها ولازم يكون الأهالي كتير واعيين. خلينا نوضح ونعطي كثير من الأمور اللي بتخص الاضطرابات النفسية اللي ممكن تظهر عند هدول الأطفال، نوضح شو هي أهمها. تماماً. هلأ بداية من لما بيكون طفل مثلاً مرحلة المدرسة ممكن تبلش عنا تظهر اضطرابات القلق، قلق الانفصال، قلق الامتحاني، الرهاب الاجتماعي، ممكن كمان تظهر العلامات الاكتئابية عند هذا الطفل، انخفاض المزاج، ممكن كمان تظهر مشكلات اضطرابات النوم، كمان في عنا مشكلات الطعام والتغذية، كمان ممكن انه هو يكون في عنا مشاكل بتواصل مع الأقران اللي هي عم يكون موجود معهم. في عنا عدة اضطرابات هي ممكن انه تظهر، ولكن في شيء كتير مهم، انا لما تظهر عندي هاي المؤشرات او هاي المؤشرات اللي هي بتدل على وجود اضطراب فهو ما بيعني انه انا في عندي مشكلة نفسية، في كتير عندي في لازم يتم دراسة حالة لهذا الطفل، لازم يكون في دراسة حالة لكل المؤشرات اللي هي عم بتكون موجودة عنده والسلوكيات. ما فيني انا اقول مثلا هذا الطفل بطل يروح على المدرسة او هذا الطفل عم بيكون الان كل الوقت او متضايق او مزاجه منخفض معناته هو في عنده مشكلة. دائما السلوكيات إلى مؤشرات لتقاس بها، مثل المدة، الشدة، التكرار، هل هي ترى هي السلوكيات اللي بلشت تظهر عند الطفل هي ضمن البيئة اللي هو فيها فقط، ضمن المدرسة، ضمن البيت، لأنه بنعرف كثير في أوقات ضمن المدرسة بيكون بشخصية وضمن البيت بيكون بشخصية مختلفة تماما، وهي كثير شائعة موجودة عند كل الأطفال أكيد. تقريبا وبتبلش الأم تخبرك أنه أنا طفلي في عنده مشكلة معينة هي عم تظهر عنده، ولكن ما بتعرف أنه لما بتظهر المشكلة بمكان واحد فمعناتها في مشكلة بالمكان وليس في عنا مشكلة موجودة عند الطفل. وهون مثل ما ذكرتي شذا، اليوم لحتى طفلي اليوم يعاني من أي اضطراب نفسي أو بين عليه أعراض، هذا الشيء ما أجا من فراغ مثل ما بيقولوا، في أسباب اليوم، يمكن بالمدرسة، يمكن بالبيت، يمكن التعامل الأبوين أحيانا، انفصال الأبوين بالبيت، يعني أسباب كتير. اليوم خلينا نركز على أهم الأسباب اللي ممكن تخلي الطفل بعمر صغير يدخل مرحلة اكتئاب.
تمام، خليني أوضح. يعني أنا دائما بحب نوه وأنشر الوعي على أهمية التنشئة الاجتماعية والتربية الوالدية الإيجابية يلي هي بتكون موجودة ضمن الأسرة. كتير في أهالي ما بيكون عندهم الوعي كافي إنهم يعرفوا يتصرفوا مع أطفالهم، بتلاقيهم يكون في عنا مثلا تذبذب بالمعاملة، أوقات منلاقي دلال زائد، أوقات منلاقي نوع من الإهمال وسوء المعاملة، وهذا الشيء بيكون جدا سلبي بمرحلة التنشئة أو مرحلة النمو الانفعالي يلي بيكون عند الطفل. فبتلاقي الأهالي بيقولوا لك أنا ما بعرف ليش ابني عم يتصرف بهي الطريقة، لكن ما بيعرفوا أنه ممكن يكون الطفل عم يتعلم بالنمذجة أو هو عم بيقلد السلوك يلي هو بيكون ظاهر عند الأهل. ممكن كثير يكون في عنا مرحلة الانفصال يلي هي بتكون بين الأب والأم، والطفل بيكون بحالة من التشتت، ما هو عرفان يكون مع الجهة مع أبوه ولا مع أمه، فبتلاقي إنه هو إذا بيروح لهي الجهة فممكن الطرف الثاني يزعل أو يعامله بطريقة ما منيحة أو ينحسب على حدا، فبتلاقي كمان بتشكل عنده حالة من يعني التشتت او انه ما عرفان كيف بده يكون الضبط الانفعالي عنده. حتى عاطفيا بتشتت الطفل اكيد. ممكن كثير كمان العنف المنزلي يلعب دور كثير كبير لما الطفل عم يتعرض للضرب او حتى للاساءه اللفظيه تماما. وكمان في عندنا من الاسباب اللي هي التنمر اللي بتكون موجوده ضمن البيئه المحيطه يلي هو موجود فيها. ممكن كمان نلاقي ممكن الاطفال يلي هن انتقلوا من مكان لمكان، نعرف هلا مرحله لما الأطفال طلعت أو نزحت من منطقة لمنطقة، فممكن يكونوا عم يلاقوا مشاكل مع المجتمع المضيف اللي هن موجودين فيه، أو ممكن تبلش عنا اضطرابات تأقلم اللي هن ما عرفانين كيف بدهم يتواصلوا مع المجتمع الجديد، تربوا على مكان معين، عادات أشخاص تماما صحيح. لا، وهذا الفرق. ممكن الانتقال من منزل لمنزل بيلعب دور كتير كبير. تعددت الأسباب، ولكن الأشخاص اللي هن عندهم المسؤولية الكبيرة اللي هن مقدمين الرعاية والأهالي لهن يلاحظوا هاي التغيرات السلوكية يلي هي بتظهر عند الأطفال. أكيد، يعني بالنهاية مثل ما ذكرتي عنا اليوم أسباب كثيرة لهي المشاكل، ونحن لازم نكون دقيقين ونعرف أكثر شو هو السبب الموجود اليوم عند أطفالنا. طيب خلينا نركز على القلق ونعرف شو في أنواع للقلق اليوم عند الأطفال، وأيمت هذا القلق ممكن يكون طبيعي أو ممكن يكون حالة مرضية. تمام، خليني أول شيء أقول إنه القلق عنا أو عند الأطفال هو شعور طبيعي وبيلزم إنه هو يوجد لحتى يكون في عنا استمرارية للحياة أو لحتى نحن نختبر كل المشاعر اللي هو المشاعر الطبيعية مثل مشاعر الفرح، السعادة، الإشمئزاز، الغضب، المشاعر الرئيسية اللي هي موجودة. طبيعي الشخص يشعر بقلق، ولكن لما يكون الشخص عم بيصير معه حالة القلق اللي هي عم بتحده من أنه يقوم بمهامه أو سلوكياته أو روتينه اليومي، أو هو ما عم يقدر أنه يروح على المدرسة، بلش تصير في عنده حالة من التجنب، فهم نقول أنه في عنا مشكلة بلشت تظهر عند الطفل، خصوصي لما هي المشكلة عند الأطفال بتستمر أكثر من 4 أسابيع. فنحن هذا المؤشر بدل على أنه في عنا نوع من اضطرابات القلق بلشت تظهر عند الطفل. ممكن يكون في عنا قلق الانفصال يلي هو بيكون الطفل بالمرحلة العمرية يلي هو بيكون مرحلة 6 سنين 12 سنة، بتلاقوا الطفل بهي العمر بده يروح على المدرسة، بده ينفصل عن العائلة ويتكون عنده البيئة الاجتماعية اللي هو بده إياها بمرحلة تكوين الصداقات، كيف يكون تعارفه مع الأشخاص الجدد، كيف يكون في عنا المرحلة ما بين أنه بتروح الأم بتكون هي العراب، بعدين بتصير في عنا النموذج هي الأنسة اللي بتكون موجودة بالمدرسة. فهي المرحلة مثل مرحلة تكوين مبدأ الاستقلالية عند الطفل، فبهي المرحلة كتير مهم أنه يتكون هذا المفهوم عنده ويعرف بالضبط قديش مهم تكوين هذا المفهوم بطريقة كتير صحيحة لحتى هو يقدر أنه يتجاوز هاي المرحلة بسلاسة وبأمان. في عندنا كمان الرهاب الاجتماعي اللي هو بيكون عند الطفل ما أنه قدران يكون موجود بين مجموعة، ما قدران أنه هو يحكي قدام الأشخاص اللي كتار، بنلاقي الطفل بيكون بقلب المدرسة أنا ما قدران أطلع لعند اللوح لأني أنا ممكن أقدم درس أو أعطي درس لأنه أنا بخاف هنهم شو ممكن يكون يحكوا عني، بخاف أن ردود أفعالهم. كمان هي مجموعة من اضطرابات القلق اللي هي ممكن أنه هي تتواجد عند الأطفال. طيب اليوم الأعراض اللي عم تذكريها
كمان تتشابه باعراض ما بين الاكتئاب والقلق، يعني في اعراض كثير ممكن تتشابه. اليوم هون الام بتقع بحير، يعني انا ابني بحاله قلق او بحاله اكتئاب، خليه يكون قلق يمكن اهون من الاكتئاب بكثير، يعني كيف نحن قادرين نميز؟ هل اليوم بحاجه لاخصائي يقدر هو يحدد نوع الحاله اللي عم بوقف فيها الطفل، او ممكن الام تقدر؟ هلا القلق والاكتئاب بمجال واحد بحده وحده، ما فيني اقول انه انا هذا الاضطراب انا بقدر اتعامل معه، هذا الاضطراب الثاني انا ما بقدر اتعامل معه. اي مشكله نفسيه بتظهر عند الطفل لما بنقدر انه نحن نكتشفها بوقت مبكر فنحن قادرين انه نتعامل معها. وعند الاطفال في عندنا سرعه بمرحله التعافي او مرحله الشفاء، لانه هنا عندهم القابليه الاكثر انه هم يكونوا مرنين اكثر ويسمعوا من الاشخاص اللي هم المقربين منهم ويعرفوا انه هم يلتزموا بهي النصائح بطريقه صح. القلق والاكتئاب في لهم نوع من التشابه انه هن من الاضطرابات المزاجيه، ولكن في عندنا القلق لما نحن بدنا نحكي عنه بيكون من مرحله التجنب اللي هو بيعملها الطفل، بيكون مرحله انه هو الانسحاب من البيئه اللي هو موجود فيها، بيكون في عنده حاله من ممكن تسرع بضربات القلب لما هو او سرعه بالتنفس لما هو بيصير في عنده تذكره او مثل فلاش باك نحن بنسميها بموقف هو صار معه، لانه هو بده يطلع عنده رده فعل من حدث صادم صاير معه. ممكن كثير يكون في عندنا انه هو بده يتجنب انه يروح على هذا المكان لحتى ما يذكره، لانه هو بيكون مثير انفعالي عم يبلش انه هو يظهر عنده بشكل عنده ردات الفعل، ممكن يبلش عنده تظهر الكوابيس، ممكن مثل ما قلنا بشوي اضطرابات النوم، ممكن كثير انه هو ما عرفان شو يعني ما عرفان يلقط حاله، في تغيرات بلشت تظهر بسلوكه ولكن هي غير قادرة على يمكن هو ما شكل عنده أكيد مفهوم الوعي الذاتي فهو ما عرفان شو الشيء اللي صاير معه. بالنسبة للاكتئاب فممكن المؤشر الرئيسي إنه إحنا بيكون في عنا نوع من الانخفاض المزاج، حالة من الحزن المسيطر على الطفل، كمان الأعراض الانسحابية هي بتكون موجودة عنده، أعراض الانسحاب الاجتماعي. ممكن ما يكون قدران انه هو يتجاوب مع المحيط يلي موجود فيه، ما قدران انه هو يقوم بادائه بطريقه صح مثل مهامه يلي نحن عم نوكله فيها. ولكن الاعراض اللي هي كثير العرض الرئيسي لحتى نحن نشخص القلق او الاكتئاب انه هذا الطفل ما قدران انه هو عم بيعيقه على ممارسه حياته اليوميه، فهون بنقدر نقول انه بحاجه لاستشاره من اخصائي خصوصي انه بعد ما تطلع مده الاربع اسابيع. طيب اليوم نحن كيف بنقدر نساعد طفل عم يمر بحاله نفسيه او ازمه نفسيه معينه، كيف بنقدر نتعامل معه ان كان بدايه من الاسره او حتى يمكن كاختصاص نفسيين، ايمت ممكن نلجا لاختصاصيه؟ تمام، الاسره الى الدور الاكبر والاكبر بمؤسسه اكيد وتكون الداعم لحتى هي تقدر انه هي تكون توفر البيئه الايجابيه الصحيه السليمه للاطفال. فلما بيكون في عنا الاهل قريبين من الاطفال قدرانين انه هنن يكونوا عم بيسروا لهم عم يحكوا لهم، يكون في عنا جسر من التواصل موجود بين الام وبين الطفل او حتى بين الاب وبين الطفل، فهذا الشيء عم بيوفر انه الشخص في عنده الطفل في عنده مساحه امنه بيقدر انه هو يلجأ لها، بيحكي كل الشغلات اللي هو بده اياها، قدران يعبر من دون خوف من دون اطلاق احكام، قدران انه هو يتصرف بالطريقه اللي هو بده اياها لانه عرفان الطرف الثاني هو متقبل هو داعم. بيجي الدور الثاني الاكبر اللي هو ضمن المدرسة، لما نحن بصير في عنا مشكلة عند الطفل فنحن بحاجة لأنه نتواصل مع المدرسة ككادر إداري كالأنسة المشرفة عليه بشكل مباشر لحتى نحن نوصل له فكرة أنه طفلي عم بمر بمرحلة معينة، بمرحلة مشكلة نفسية معينة، فنحن بحاجة لأنه ندعم بعض نحن مع المدرسة حتى مع الاختصاصي النفسي لحتى نقدر نلتزم بالتعليمات يلي هي موجودة من قبل هاي الأطراف الثلاثة. كثير مهم انه نحن نلتزم بالتعليمات اللي هي عم بتكون من قبل الاختصاصي النفسي، لانه متى ما كانت سرعه الالتزام بالمعلومات اكثر
كل ما قدرنا انه نحن نوصل لدرجه من التعافي بطريقه اسرع. اكيد خلينا يعني بدل ما نروح نحن لهدول الاجراءات نروح لموضوع انه نحن نحمي هذا الطفل من انه يوصل لمرحله الاكتئاب او يوصل لمرحله مراحل قلق بكير، يعني بعده مشوار طويل يعني مثل ما بيقولوا. لو شو اهم النصائح كاخصائيه حضرتك بتشوفيها من خلال عملك وتجاربك اليوم، شو الاولاد اكثر شيء عم يعانوا منه اول شيء، وثاني شيء شو بتقولي للامهات اليوم لحتى نحمي هدول الاطفال؟ هلا اكثر الاطفال بهذا الوقت اللي احنا عم نقابلهم عم بيكون في عندهم تعريض للعنف المنزلي، للعنف الاسري. ممكن كثير في اهالي عم يقولوا لك انه انا هي التربيه انا عم بربي فيها طفلي، كنا نتربى عليه قبل ولك كيف طلعنا ما احلانا. هي التربيه هي والتنشئه الاسريه الخاطئه هي من اهم الاسباب اللي هي بتادي الطفل لانه هو يدخل بالمشكلات النفسيه والاضطرابات النفسيه. فنحن نحاول انه حتى طريقه التواصل بين الاهل وبين الطفل، الإساءة اللفظية وسوء المعاملة أو الإهمال أو حتى التذبذب بالعلاقة كتير صعبة على الطفل أنه هو يتقبلها، لأنه هو بيكون في مرحلة بقى الصراع ما بين أفكاره وسلوكياته اللي هي عم تظهر وما بين الطريقة اللي هو عم بيشوفها عم تظهر عند الأهالي. فنحاول أنه نحن نوعي الأهل بداية على أهمية التواصل الجيد والفعال يلي بده يتم عند الطفل. كمان بدنا نحاول أنه نحن نكون لما نكون قريبين منه عم نوفر له البيئة الإيجابية الداعمة، نحاول نعلمه من هو صغير كيف يكون التفريغ الانفعالي، كيف يكون التعبير عن المشاعر لحتى هو ما يكبت وما يحط هي الشغلات كلياتها اللي هي بتصير معه او المواقف اللي هي بتصير معه بالمدرسه يحطها جواته وتطلع بعدين على اشكال. يا اهم شيء الكبت على فكره. تماما، لانه كثير الاطفال عم بيكونوا بمرحله ما عم يقدروا انه هن يعبروا، او اطفال ما بتعرف انه هي كيف بدها تعبر، وهون بقى بتصير المعضله. كيف نحن بدنا نحاول نعلمهم بس التفريغ الانفعالي، كيف يعبروا، كيف يلتزموا بنشاطاتهم، دائما نخلطهم مع المجتمع المحيط فيهم، الدائره قريبة، يكونوا موجودين مع أطفال كمان داعمين، ما يكونوا أكبر من عمرهم وما يكونوا أصغر من عمرهم، ضمن الفئة العمرية لإلهم، لحتى هنن يقدروا يتواصلوا بطريقة فعالة أكثر وتكون صحية أكثر. أكيد بالختام معلومات ونصائح جدا مهمة، بدنا نشكرك كثير الاختصاصية النفسية شذا عبد اللطيف، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. شكرا لك ولكل المعلومات اللي ذكرتيها، نورتي صباحنا وهيك صباحك حلو على طول، شكرا لك. ما هلا صار الوقت لحتى نودع المشاهدين، شكرا لك يا رشا، واكيد شكرا لكل المتابعين وجميع القائمين على برنامج صباحنا غير. لا تنسوا تتابعونا بكره مشاهدينا بنفس التوقيت، ومن هلا لبكره ضلوا بخير. شكرا لك يا هايدي اكيد، وكل الشكر للفنيين والمصورين اللي رافقونا بصباحنا لليوم، بقيت نهار حلو لكم مع الاشخاص اللي بنحبهم دائما يكونوا جنبنا ودائما يعطونا الاول اللي نحن اكيد بحاجته لنقدر نكفي لبكره. كونوا بالف خير، باي باي.